فيلمنا بيبدأ مع الولدين دول اللي هم أصلاً شغالين حرامية متخصصين في سرقة بيوت الناس الأغنية بس بنعرف بأنه الخير جواهم لما بنشوف واحد منهم بيعمل حيلة على راجل واقف في محطة المترو علشان ياخد منه فلوس يديها للست الغلبانة دي، خصوصاً بعد ما استهزأ بيها. بيركب المترو وهو فرحان قوي أنه عمل فيه حركة زي دي، وبيروح البيت بس بيفضل يتسحب وهو داخل عشان أمه ما تشوفوش. وبنشوف واحد منهم بيقطع الشجرة لما المساعد بتاعه بيطلب منه أنه هو يشرب مية، فبيدخل البيت اللي قدامه ويفضل ينادي على صحابه. لما محدش بيرد بيدخل لوحده البيت بيتك يا باشا، بيلاقي جهاز التحكم الكهربائي عن بعد فبيصور بيانات الجهاز، وبيدخل عليه صاحب البيت اللي بيطلع بعد كده انه بيشتغل قاضي. ولما بيقول له انت بتعمل ايه هنا بيقول له الولد انه كان بيدور على الحمام. ولما بيلاقيه بيت قاضي غني بيبعت لشريكه على الواتساب كل البيانات. اما شريكه لما بتوصله الرساله فبيعمل سيرش عن القاضي وبيجمع عنه كل المعلومات. بعد كده بيتقابلوا هما الاتنين في كافيه، وبيبتدي صاحبه يحكي له عن القاضي ده، وان ابوه كان غني وان اسمه هكتور وانه استقال من شغله من سنه لانه كان شايف بان في تحيز في شغل قضاة المحكمه العليا. وبيقول له بان بيته مليان بالتحف الاثريه والعاج. ولما صاحبه بيقول له بان العاج اصبح قانوني فبيستغرب توبي قوي، بيقول له انت في صف مين بالظبط. لما صاحبه بيفاجئه بانه ناس حبيبته كمان حامل وانه مبسوط جدا وانه قرر انه ما يعملش الحاجات دي تاني ومش هيمشي في الطريق ده ابدا. وقتها صاحبه بيقول له بانه كان بيحب الكتابه على الجدران وانه اثبت نفسه فيها، وبيقول له كمان بانهم قدروا يوصلوا لهم في اي مكان ويقدروا يدخلوا بيوتهم وقت ما يعوزوا. طبعا هنا بيتكلم عن الناس الاغنياء. لكن اجاسي بيفضل عند موقفه وبيقول له لو عاوز تكمل انت في المشوار ده كمل لوحدك. اما ام توبي هي متخصصه في معالجه الشباب نفسيا اللي في سن ابنها تقريبا، وبتوصل البيت بعد كده بتلاقي المطبخ متبهدل ومحتاج تنظيف، لكن الاستاذ توبي مشغول في سماع الاخبار عنه وعن صديقه وان الشرطه كمان بتدور عليهم ومش عارفه توصل لهم. ويبدا توبي بعد كده ينفذ العمليه لوحده، وبيستنى القاضي لما بيخرج من بيته وبيقدر يدخل توبي، وكمان بيقدر يعطل اعدادات الشبكه اللاسلكيه والنور كله بينطفي، وبيحط الكشاف المهوج ده فوق راسه وبيدخل يتفرج عشان يختار الحتت الغاليه. ولما بيسمع صوت بيعرف بان هكتور نسي المروحه شغاله. ولما راح يلعب سكواش فجاه بيلاقي رساله جات له على الفون بانه تم تعطيل الشبكه اللاسلكيه عنده في البيت، فبيقلق جدا وهات يا جري على البيت. اما توبي بيلاقي ضوء جاي من تحت الباب، ولما بيحاول يفتحه بيلاقي وراه باب مقفول، ويبص في العين السحريه فبيتخض وبيقع على الارض قلبمه من اللي شافه. بيوصل بعد كده هكتور البيت وبيحس بانه في حركه غريبه في البيت، فبينزل القبو بتاعه، ولما بيلاقي الاباجوره بتاعته وقعت على الارض بيعرف وقتها بان كل شيء تمام وان الغلط منه هو لما نسي المروحه شغاله. لكن فجاه بيلاقي صوره ابوه معوجه شويه، بيحس فيكتور بحركه غريبه لكن ما بيلاقيش حد. اما ناس زوجة اجاسي لما بتروح لاهلها تستعطفهم بعد ما بقت حامل بيطردوها، لكن اجاسي بيطلع شهم بصراحه وبيقول لها تعال في حضن حبيبك ضبش. لكن بيلاقي توبي مستنيه بره البيت بيقول له عاوزك في حاجه مهمه جدا. ولما بيحاول يفهمه بانه شاف حاجه خطيره في بيت القاضي بيزعق له اجاسي وبيقول له مش عاوز اعرف حاجه وملكش دعوه بيا تاني. نروح بقى للقاضي هكتور، بنلاقيه بياكل وبيتفرج على افلام كرتون، ولما جرس الباب بيرن بيتفاجئ بالشرطه اللي بتطلب تفتيش بيته، وطبعا اللي بلغ عنه هو توبي اللي بيكون واقف بره ومستني يشوفه في الكلبشات. لكن بيتفاجئ بان الشرطيين خرجوا ايد ورا وايد قدام وموصلوش لحاجه. بيرجع هكتور يبص على صوره ابوه اللي اتعوجت، بيعرف وقتها وبيتاكد بانه فعلا في حد دخل البيت. وبيخرج هكتور من البيت كتمويه، لكن بيرجع تاني في نفس الوقت اللي بيفتح توبي الباب وبيلاقي شاب مجرد من الملابس وعليه اثار التعذيب، فبيحاول يسنده وياخده ويخرجه من البيت. بيوصل هكتور اللي بيحس انه في حد غريب في البيت وبيعمل حيله بسيطه كده علشان يستفز توبي ويخرج من المكان اللي هو مستخبي فيه. ولما بيجري توبي بسرعه علشان يضربه بيقع على الارض وبيضربه هكتور، وبنلاقيه بعد كده بيرمي شويه رمل في الحمام مش عارفين دول ايه، هو تقريبا حرق الواد. لما بنروح لام توبي بنلاقيها مش جايلها نفس تاكل من قلقها على ابنها، خصوصا بعد ما خرج من البيت بعد خناقه كبيره تمت ما بينهم على تنظيف المطبخ. وبتبلغ
أم توبي الشرطة، وبتاخد الشرطية شوية معلومات كده من أجاسي صاحبه ومن أمه كمان، وإنها هتتعامل مع القضية كشخص مفقود. لكن بنلاقي بأن أم توبي بتشك أنه أجاسي يعرف عنه حاجة، لكن هو بينكر برضه. وبيروح أجاسي لغاية بيت القاضي وبيفتح صندوق البريد وبياخد الظرف الموجود فيه، وعلشان حظه المهبب بتيجي الشرطة بتاخده تحري بعد ما بتفتشه. وفي التحقيقات بيعتذر لهم بأنه كان بيشرب سجاير وبياخد متعلقاته وبيخرج. وبتسمع أم توبي صوت في الأوضة، ولما بتصحى مفزوعة بتلاقي أجاسي في أوضة ابنها. ولما بيدوروا في درج مكتبه جايز يقدروا يوصلوا الحاجة، بتلاقي ظرف مكتوب عليه اسم القاضي هكتور، وبتسأل أجاسي عنه، قال لها معرفوش، ندل الودة. فبتاخد الطرد ده وبتوديه للشرطية المسؤولة عن القضية. ولما الشرطية الشاطرة دي بتربط بين آخر مكان كان موجود فيه تليفون توبي، كان في نفس شارع هكتور اللي جالهم اتصال من أسبوع بأنه في شخص محتجز هناك، واللي توقعوا بأنه الشخص اللي اتصل بيهم ده هو توبي. فبتقرر تاخد قوة وتروح تفتش بيت القاضي. ولما بتنزل القبو بتلاقي الباب الخلفي اللي بتأمره وقتها انه يفتحه، لكن الغريبة باننا بنلاقي المكان نظيف والشابين المعذبين دول مش موجودين. وعشان القاضي عاوز يخرجها من الأوضة كده بأي شكل، بيستفزها ويقول لها انت عاوزة تعملي عليا شرطية ذكية ولا ايه؟ فلما بتتنرفز منه بتأمر باعتقاله بتهمة عرقلة رجل شرطة اثناء تأدية عمله. اما ام توبي بتفضل تراقب اللي بيحصل من بعيد. لكن هكتور بيعرف يخرج بعد كده بسهولة بسبب صاحبه الضابط اللي كان بيلعب معاه سكواش وسطة يعني. وبيروح بعد كده ياخد غطس في حمام السباحة وبيعمل مساج كمان، يا مزاجك. وفي نفس الوقت يتعرف اكتر على ظروف الشاب اللي بيعمل له مساج، والاخر بيقول له انا هقدر اساعدك في ظروفك الصعبة دي. وفعلا بيروح للولد لغاية بيته وبتشوفه ام توبي اللي لسه مازالت بتراقب بيت القاضي. وبيفضلوا يتكلموا شوية، فجأة بيحس الولد بانه هو دايخ، وكمان بيخاف من كلام هكتور عن الشاب اللي قتله لما كان السبب في انتحار امه، خصوصا بعد ما اخد مكانها من ابوه اللي كان شاذ. وبيقدر الولد يخرج من الشباك، ولما بيحاول هكتور يلحقه بيشوف ام توبي واقفة في الشارع، فبيرجع تاني بيته. والحمد لله بيقدر الولد يخرج وبتاخده في عربيتها ام توبي. بعد كده بتحاول تدور ورا هكتور على اي معلومات على الانترنت، وبيدخل عليها اجاسي بعد كده اللي بيقول لها بان جاله ابن بشكل رسمي، يعني بيقول لها قولي مبروك. ولما بيشوف هكتور على شاشة الكمبيوتر بيعمل نفسه مش عارف حاجة وبيسألها مين ده، فبتقول له انه ده القاضي هكتور، وانها راقبته وشافت عنده شاب بيهرب من عنده، لكنه رفض يبلغ الشرطة لانه خايف يطلعه من البلد لانه طالب لجوء سياسي. وبيروح هكتور بعد كده لنفس الشاب وبيقف له عند باب النادي وبيهدده يا اما يركب معاه العربية يا اما هيرحله من البلد. فبيضطر الولد يركب ويشوف طلباته، وطبعا بيعرف منه بانه الست اللي ركبته العربية دي تبقى ام توبي. بعد كده بيعمل حيلة لما بيخرج من البيت وبيمثل بانه نسي المفتاح علشان يحطه في خزنة صغيرة برا على البوابة، وطبعا هي ما تعرفش انه دافخ. وبعد كده بتروح ليزي لبيت انجس وبتجيب هدية لطيفة كده لابنه، لكنها بتفاجئه بانها عرفت انهم اصحاب مقولة مررتوا من هنا، المتخصصين في سرقة الاغنية واللي بتدور عليهم الشرطة في كل مكان. وبتطلب منه وقتها ان هو يساعدها انها تدخل بيت هكتور، بس الواد بيطلع ندل قوي بصراحة لما بيقول لها انا مقدرش لاني اسود وهيقبضوا عليا، وكمان خايف على مراته وابنه، وبيسيبها وبيروح بيته. وبتحصل خناقة بينه وبين مراته لانها حاسة بانه في حاجة بتحصل وهي ما تعرفهاش. وبتروح ليزي بعد كده لوحدها لغاية بيت هكتور وبتدخل تدور على اي حاجة توصلها لابنها، بتتفاجئ بهكتور قدامها، فبتحاول تهرب لكنها ما بتعرفش. بعد كده بنلاقيها مقيدة، ولما بتسأله عن ابنها قال لها رميت الرماد بتاعه في الحمام. وقتها بتعرف بانه قتل كل الشباب اللي دخلوا البيت. اما مرات اجاسي بتقوله بانه اللي هيناقش مشروع دراستها هو دكتور هكتور، وبتقوله كمان انه لازم ياخد باله من نفسه، وبتاخد ابنها وبتمشي. وبعد ما بيقول كلمتين حلوين كده في المؤتمر بيرمي شهادة التقدير في الزبالة، وبيكون مراقبه اجاسي وبيدخل البيت. ولما بيحاول يضربه اجاسي بيفوق هكتور وبتحصل ما بينهم خناقة كبيرة، بس على مين؟ بيقدر عليه أجاسي وبيديله حتة علقة، وبيلاقي الولد اللي بيعذبه فبيطلعه وبتوصل الشرطة، لكن للأسف بيكون صاحبه وأمه ماتوا، وبيخلص الفيلم على كده.